السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب الثاني المتوسط، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس قواعد اللغة العربية. اليوم عندنا حل تمرينات صفحة 56، تمرينات المثنى والملحق به، صفحة 56 من كتاب الجزء الثاني، تمرينات المثنى والملحق به. قبل لا نحل التمارين، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد. التمرينات: أولا، أرسم جدولا في دفترك على وفق النموذج التالي واملأه بالمطلوب مما يأتي. يعني تسوي جدول تمرين المثنى والملحق به، مفرده إن وجد، علامة الإعراب، السبب. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الجواب راح يكون بالوالدين، مفردها والد، علامة الإعراب الياء. ليش؟ لأنه مثنى مجرور بالياء. لأنه مثنى مجرور بالياء. نجي على قال تعالى: وإذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. اثنين هذا ملحق بجمع المذكر السالم المثنى العفو، فليس له مفرد، ليس له مفرد، زين، لأنه ملحق بالمثنى. نجي هنا قال الإمام علي: من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. من هومان يعني هنا من هومان ولا يشبعان، المثنى من هومان ولا يشبعان. يشبعان ترى بالمناسبة يشبعان فعل، فما تطلعها، فاسم من هومان منهوم الألف لأنه مثنى مرفوع بالألف. اللي الجملة اللي وراها رابعا، قال الشاعر: كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانيا. كلانا يعني اثنيننا. فهنا كلا هي من ليس له مفرد الألف لأنه ملحق بالمثنى، لأنه ملحق بالمثنى. هنا علامة إعراب الياء الاثنين قاف. نجي هنا السؤال الوراء، يقول: الأذنان هما مركز السمع والتوازن في جسم الإنسان. الأذنان مفردها أذن، والألف لأنه مثنى مرفوع بالألف. الجملة اللي وراها السادسة: في الصباح شربت كوبين من الحليب. كوبين مفردها كوب، نانا مفعول به، الياء لأنه مثنى ينصب بالياء. التمرين الثاني: نجعل التمرين الثاني يقول: قال تعالى: ثم ارجع البصر كرتين. ثانيا: كن فاعلا للخير قوانا له، فالقول مثل الفعل مقترنان. قال تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما. قال تعالى: فإن كنتا اثنتين فلهما الثلثان، فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. أقرأ ثم أجب. رابعا: أول شيء ألف، عين المثنى والملحق به، ثن الكلمات التالية ثم أدخلها في جمل مفيدة: قول، الجدران، المدينة، واملأ الفراغ بما يناسبه. زين، هسه راح نشوف الحل. في البداية نجي المثنى والملحق به هي كرتين مقترنان غلامين يتيمين. الملحق فقط اثنتين. فرع باء، السؤال فرع باء، يقول: ثن الكلمات التالية ثم ادخلها في جمل مفيدة: قول، الجدار، المدينة. قولان، اعجبت بقولين جميلان. الجداران عاليان. المدينتان، زرت مدينتين من مدن عراقنا الحبيب. من هذا تخلي الكلمات، تخليهم يعني يا اما ترفعهم بالالف اذا كانوا مرفوعات، او تنصفهم بالياء لان المثنى ينصب بالياء. عندنا فرع جيم، يقول: املأ الفراغ بما يناسبه. معنى كرتين، شنو معنى كرتين؟ كرتين يعني مرتين. زين، الوراها مرادف مقترنان، يعني
مرتبطان مرتبطان مرتبطان، نقيض تحته شنو فوقه، يعني عكسه عكس فوق هذا فوقه. الجملة اللي وراها رابعا أرجع، هو فعل أرجع، هو يعني شنو أمر، أرجع البصرة أمر، البصرة أمر هو فعل أمر، أرجع شنو هو فعل أمر. زين، ترك هو فعله ماضي، ترك هو فعله ماضي. التمرين اللي وراء التمرين الثالث أعزائي الطلبة يقول ضع مثنى أو ملحق بما مناسب في المكان الخالي من الجمل التالية: سلمت على والدي، سلمت على والدي كليهما. شوف لازم أجيب هنا ملحق كليهما. زين، الجملة اللي وراها ولد لسامر فرار فسمى أحداهما زيدا وسمى الآخر خالدا. ولدان ولدان. زين، ثالثا النجمان مضيئان، دائما النون بالمثنى تكون مكسورة. زين، الحسن والحسين سيدا، لأن النون تنحذف للإضافة، هي أصلها سيدان بس تنحذف النون للإضافة فأقول سيدا شباب أهل الجنة. أحسنت إلى الفقيرين، أحسنت إلى كلا الفقيرين. هذا بالنسبة للجواب هذا التمرين اللي هو التمرين الثالث. التمرين الرابع يقول ما الفرق بين ما تحته خط في كل من جملتين متقابلتين: الجد والصبر طريقان للنجاح، الجد والصبر طريقان للنجاح، وهنا طريقان نجاح الجد والصبر. الحالة الأولى أعزائي الطلبة الفرق بينهما اثنين هن مثنى، اثنين هن مثنى مرفوع، بس الأولى حذفت طريقا النجاح منضفتها إلى هناك طريقان للنجاح. شوف هنا طريقان النجاح منضفتها إلى مضاف إليه، أضيف إلى ألف ولام تحذف النون، عندما أضيف النكرة إلى معرفة بالمثنى وجمع المذكر السالم تحذف النون. أكرمت كلا الضيفين، أكرمت الضيفين كليهما. نجي على هاي الجملة، كلا هنا ملحق بالمثنى مضاف إلى اسم، هنا خرج من الاسم أكرمت الضيفين كليهما، من يصير كلا كلا يصير كلا ملحق بالمثنى، هنا يصير توكيد إعرابها يختلف بالإعراب، هنا يصير توكيد أن انضافت إلى اسم، هنا ما انضافت إلى اسم، بما أنها ما انضافت إلى اسم فيصير توكيد معنوي، توكيد معنوي فيه ضمير يعود على ما قبليهما اللي هو كليهما. زين، جناحان طائر يساعدانه على الطيران، وهناك لكل طائر جناحان، نفس النقطة الأولى قلنا هذا مثنى مضاف، حذفت النون من المثنى ليش؟ لأنه انضاف إلى اسم معرفة، هنا ماكو اسم معرفة وراه فيحتفظ بالنون، اثنين هن مثنى. للرجل بنتان اثنتان وهاتان الوردتان جميلتان، اثنتان هنا ملحق، اثنتان ملحق بالمثنى، بينما هاتان اسم إشارة، هنا يعرب مبتدأ مرفوع بالألف لأنه مثنى. تنتشر الأشجار على ضفتي النهر، وتنتشر الأشجار على ضفتين، السبب نفس السبب الثالث والأول اللي أنه مثنى مضاف إلى معرفة تحذف النون لجملة ضفتي النهر، بينما تنتشر الأشجار على ضفتين لا تحذف هنا لأنه هو مثنى مجرور بالياء، لأنه مثنى يعني عرب اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. نجي على التمرين الخامس أعزائي الطلبة، يقول صوب كل كلمة خطأ في الجمل التالية واكتب الجملة الصحيحة ثم عرب المثنى. شارك في الخطاب اثنين من الطلاب واثنتين من الطالبات. نجي احنا من نريد نصوب نشوف خاف مثلا شنو اللي صاير بالجملة. اولا احنا قلنا شارك، شوفوا شارك في الخطاب، احنا الخطاب هذا يعني نقدر نشيلها، فشارك اثنان لازم نقول شارك اثنان، فاعل من الفاعل مرفوع علامة رفعه الالف لانه مثنى، واثنتان الواو حرف عطف، وبعدها نكتب اسم معطوف مرفوع علامة رفعه الالف لانه مثنى. نجي على الجملة وراها، إن العاملان تعلو منزلتهما بإتقانهما عملهما، بإتقانهما عملهما. يقول إن
العاملين ليسوا عاملان، لان ان هنا العاملين اسم ان منصوب علامه نصبه الياء. انتبهوا هنا، شوفوا اذا شفتوا اعزاء الطلبه ان العاملان تعلو منزلتهما، هنا ان اسم ان منصوب علامه نصبه الياء لانه مثنى، لانه مثنى هو لا مو جمع مذكر سالم، هنا خطا اكو، هاي مو جمع مذكر سالم لانه مثنى. اثنان مبتدا مرفوع علامه رفعه الاثنين، فقل اثنين قل ان يخطا حازم ومستشير، فهنا اثنين قل ان يخطئا يخطئنا يخطئ العفو اثنين قل ان يخطئا من هم حازم ومستشير. هنا اثنان لازم نقول لانها مبينه هي مبتدا مرفوع علامه رفع الالف لانه ملحق بالمثنى، لانه ملحق بالمثنى الرأتين او من انه مثنى الارض. الرأتين مفعول به هنا عوادم السيارات تؤذي عوادم السيارات الرأتين، فالرأتين اقول الرأتين ليش؟ لانه منصوب علامه نصبه الياء لانه مثنى. هنا اجي تبنى الاوطان بالعلم والعمل كليهما دائما ذا بالاخير والهاء ترجع عليه، فالتأكيد منصوب علامه نصبه الياء لانه ملحق بالمثنى ملحق بالمثنى. يقول شارك في الإعراب كلا الطالبين مجتهد. كلا مبتدأ مرفوع علامة رفع الضم الظاهرة المقدرة العفو على آخره، كلا لأن أصلها ألف فترفع بالضمة المقدرة. زين الطالبين، شوفوا دائما كلا والطالبين يصير مضاف إليه، الطالبين مضاف إليه بالياء لأنه مثنى مجتهد هذا مبتدأ، إذن هذا خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هذا بالنسبة للجواب هذا السؤال. لهنا أعزاء الطلبة انتهى درسنا لهذا اليوم اللي هو حل تمرينات المثنى والملحق به. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، وشكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.